والرضا ده ما عنده نهاية إطلاقا. قال لنبينا ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فتصحيح حالك من رضاك بالربوبية والعبودية، والربوبية ما ابتتناها والعبودية ما ابتتناها. والعبودية قالوا فيها العارفين الصوفية أن تكون أنت بين يدي الله تقلبك الإرادة والحكمة كالميت يقلب الغاسل. العبودية أن تكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، لا تعترض عليه. وإذا ما اعترضت عليه أصبحت بتعيش في اللحظة الحاضرة لأنك راضي بكل تدبير إلي، ما تفكر في الدقيقة المقبلة لأن الدقيقة المقبلة جاهزة، ما هو ليك فيها جاهز، وهو مصروف عنك فيها جاهز. ولا تكون في أي حيلة من الحيل تفوتك ما هو مرصود لك ومكتوب لك من الأزل. فيبقى إذن انشغالك بالدقيقة المقبلة انشغال بغير الواجب، انشغال بما لا يعنيك، والحكمة توجب عليك أن ترضى بما يكون. وفي حديث منسوب للحسن بن علي قال من وثق بحسن اختيار الله له لم يتمنى غير الحالة التي هو فيها. وقال واحد من العارفين في الباب ده إن أقواما أذهب عنهم الحزن علمهم أن ملك مليكهم تام، فما كان لهم فهو واصل إليهم، وما صرف عنهم فبحسن تدبيره لهم. والعبودية لما قلنا عنها هي الرضا، وقلنا أن الصلاة أكثر شيء بيسوق إلى أن تعيش أنت في اللحظة الحاضرة، واللحظة الحاضرة أن تعيش في اللحظة الحاضرة علامة رضا. قال في علة الصلاة كلها قال فاصبر على ما يقولون، ربنا يقول لنبيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبح هنا صلي، وفي الآية دي ترد الأوقات الخمسة، العلة من ده كله لعلك ترضى. الرضا ثمرة للعقل الكبير، ثمرة للعقل المهذب بأدب الشريعة وبأدب الطريقة وبأدب الحقيقة. ونحن تكلمنا عن الشريعة وتكلمنا عن الطريقة في معنى أنها هي السنة، وتكلمنا عن الحقيقة وقلنا أن النبي قال قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة.